السلام عليكم مؤخرا وليت كنلاحظ بزاف منكم وحتى شحال هادي ديما في اغلبيه ديال الفيديوهات اللي كندير كنلقى دي كومونتير فيهم جيب لينا تي في بوكس حيت محتاجينها بزاف وبغيناها من شي سيت اللي مغربي. دونك هادشي اللي غادي نديرو في هاد الحلقه عندكم. الصح تي في بوكس مفيده بزاف عاد حتى انا شخصيا في الدار ما عنديش سمارت تي في، دونك عندي غير اكرون اللي عادي. الناس اللي بحالي عندهم غير اكرون اللي عادي هذا غادي يفيدكم بزاف، غتقدروا تحولوا من الشاشه اللي عاديه للشاشه ذكيه بمميزات اللي واعرين بحال عندكم طابليت صغيره ولا شي بورتابل بيسي صغير في ليكرون ديالكم في الصاله ولا في البيت ديالكم، غتولي تفرجوا في يوتيوب، ديروا الالعاب، لي زابليكاسيون تيليشارجيهم ديال الشاشات مثلا بين سبور كره، اي حاجه اللي في بالكم غادي تقدروا ديروها غير من ليكرون ديالكم بهذا المنتوج. جبت لكم حتى منتوج اخر اللي غادي يفيدكم في الاستعمال الا خديتوا هاد تي في بوكس. ما نطولوش، بداو ليش لا فيديو باش تعرفوا اكثر عليه. بقاو معايا. نبداو نيشان نشوفو شنو كيجي في هاد البواطا، نديرو لها الانبوكسينغ. وسمحوا لي بعدا الا كان الصوت شويه مختلف حيت ضربني البرد مؤخرا، هادي الوقيته اللي كيكونوا فيها الفيروسات والامراض بزاف. نتوما حاولوا تلبسوا مزيان وتهلاو في راسكم في هاد الوقيته. دونك نبداو نيشان، هادي السمارت تي في، نخليو هذا جانبا ونشوفو شنو كيجي في الداخل ديال البواطا. دونك اول حاجه هادي هي سمارت تي في، دونك الشكل ديالها صغير، هادي حاجه اللي مزيانه يعني غتقدروا تخبيوها في شي بلايصات اللي ما غاديش تبان وتجي مخبيه حدا الشاشه ديالكم. فيها بور اتش دي ام اي، فيها ديال الانترنت الا بغيتو، فيها حتى ديال الاوبتيكال، بلاصه ديال الضوء باش كتخدم، وهادو الا بغيتو ديرو فيهم مثلا شي باف ولا شي حاجه. النوع ديالها هو X96. طوال جانبا كنلقاو في البواطه تيليكوموند ديالها، هادي تقدروا تستغناو عليها دابا تعرفوا علاش. كابل اتش دي ام اي، هذا باش نقدروا نخدموها مع الضوء، وكتيب ديال كيفيه الاستعمال. دونك المنتوج الثاني هو عباره عن تيليكوموند ولا اير ماوس كيف ما مسمينها، غادي ندوي لكم قصه عليها، نديرو لها بعدا الانبوكسينغ. دونك كتجي على هذا الشكل، شوفوا كيفاش دايره. اللي زوين في هذه هو انها فيها كلافي، دونك الا بغيتو تخدموها مع التي في بوكس غتخشيو هاد البلاصه في البلاصه ديال اليو اس بي اللي كاين هنا، كاين حتى بلاصه ديال الكارت ميموري الا بغيتو، غديرو هذه هنا وغادي تخدم بالبلوتوث مع هاد التي في بوكس. يعني انه ملي تكونوا خدامين في هذه غادي تقدروا تستعملوا التي في بوكس. دونك هذه فيها بحال سوري هنايا في هاد البلاصه، هانتوما شوفوا كيفاش دايره هاد البلاصه، يعني انه ملي غتكونوا خدامين في الشاشه ديالكم ولا في التلفاز ديالكم غادي تقدروا تمشيو من اوبسيون اوبسيون مثلا من يوتيوب من لي زابليكاسيون لي جو غير بحال هكا، غادي تحركوا غير صبعكم ولا صوري غادي تتحرك في ليكرون. هادشي غادي نوري لكم من بعد، مع العلم انه الا بغيتو تكتبوا شي حاجه مثلا في يوتيوب ولا مثلا في اي ابليكاسيون كدوروها بحال هكا وكاين الكلافي هنا غتكتبوا داكشي كيف ما بغيتو. هادي هي البز زوينه، وماشي غير الا بغيتو ديروا بحال هكا، حتى الا كنتو مثلا مهبطين يديكم بحال هكا عادي مثلا في الفراش ولا تحت الفراش غديروا يديكم غير بحال هكا غتبان لكم كتحرك، دونك ماشي الا بغيتو تفيزيوها مثلا بحال هكا مع التلفاز. هادي هي الخاصيه ديال هادي اللي مفيده بزاف، اللي تقدروا تستعملوها مع اي تي في بوكس. سمحوا لي، دونك غتقدروا تستعملها مع اي تي في بوكس، مع بيسيات، مع لي تابليت، مع التليفونات، اي حاجه كتقبل البلوتوث. هذه غير تكون مع داك الجهاز ديالكم وصافي، غتولي شادين مثلا حتى البيسي الا كان مثلا بحال هكا ما عندكمش السوري اللي خسرات ولا شي حاجه ولا بعيد عليكم. هذه هي الفكره ديالها اللي قلت غادي تفيدكم في هذه الحلقه اللي نديروها مع هذا التي في بوكس. دابا ما نطولوش، غادي نمشي نبرونشيها مع التلفاز، نوريكم الانترفاس ديالها كيفاش داير، المميزات والخصائص ديالها، ونكونكتوا حتى مع هاد مع التيليكوموند باش تعرفوا كيفاش تقدروا تستعملوها. دونك انا دابا برونشيتها مع التلفزيون بالاتش دي ام اي، راه هي في المحطوطه، دونك كيبان كيف ما شفتوا الشكل ديالها صغير بزاف. الانترفاس كيجي بحال هكا كيف ما كتشوفوا، كاليتي واعره بزاف وما تبانش لكم هنا، دونك البورتابل ما غايصورش داكشي مزيان، غيبان لكم بحال هذوك اللي كيمشيو ويجيو دابا هنا، مي راه الكاليتي راه واعره بزاف، كتبين بالكاد كا. دونك الا عندكم ايكرون كاد كا غادي تكون كومباتي معاه، غتقدروا تفرجوا بالفيديوهات كاد كا. هذه هي الحاجه الميزه اللي كاينه في هاد X96 في هاد تي في بوكس. واللي عنده غير مثلا فول اتش دي دونك غادي تخدم لكم عادي، دونك انا اللي عندي مثلا دابا هنا فول اتش دي، دونك اللي عنده كاد كا تخدم لي كاد كا. الانترفاس كيجي على هاد الشكل، دابا راني مكونيكتي معاه هاد التليكوموند كيف ما وريتكم. دونك شوفوا القضيه كيفاش دايره، دونك كتحركوا بيديكم، كاينه السوغي هنا اللي في هاد البلاصه هنايا، دونك غير كتحركوا يديكم بحال هكا كتقدروا تمشيو لاي بلاصه بغيتوها كيف ما بغيتو. انا صراحه كتبان لي بانها مفيده بزاف الا خديتو تي في بوكس، مع العلم كيف ما قلت لكم غتقدروا تحركوها في اي اتجاه، دونك غتهبطوا يديكم بحال هكا، دونك حتى الا ما كنتوش مقابلين مع التلفزيون تقدروا تستعملوها بطريقه اللي عاديه بزاف. هادشي اللي زوين في هادي، غادي نمشيو لهاد البلاصه هنا، دونك كاين فيها بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي ديجا مانستالي،
كاين البلاي ستور، يعني اي حاجه احتاجيتوها تقدروا تيليشارجيوها من هنا. حتى لي زابليكاسيون ديال اي بي تي في، يعني الا بغيتوا تفرجوا في القنوات بين سبور اي حاجه اللي تقدروا تخلصوها، لي زابليكاسيون راه معروفين. الا بغيتوا تسيروها عند رغيب امين كيدير ديما فيديوهات على هادشي ديال لي زابليكاسيون، بيغا بلاي من هذا المنبر تقدروا تشوفوا لي زابليكاسيون اللي كيوريو، تجيو تيليشارجيهم في هاد تي في بوكس وغادي تقدروا تفرجوا في اي قناه بغيتوا. معلم انه ها لي زابليكاسيون اخرين يوتيوب الانترنت. غادي نمشيو اول حاجه بعدا صل هنا ديال السيتينغ، وكيف ما شفتوا كتبركوا على اوكي هنايا، من هاد السيريو غاد تقدروا تستعملوا الكلافي اللي كاين هنا. دونك غادي نمشيو نكونيكتو اول حاجه بالواي فاي، غديروا واي فاي ولا انترنت بالكابل ولا في بي ان. ندخلوا لاول تجربه اللي هي يوتيوب، هاما كما كتشوفوا الفيديوهات خدامين هنا. نمشيو لهاد البلاصه نكليكي يخرج لنا الكلافي، نكتبوا اجي نسولك، ها هي خدمات. دونك لاشين نكليكيو هنا، ولا شين كتجي كامله على هاد الشكل صراحه، تبان القضيه زوينه. تهبطوا ها الياس، ها فخر الدين، وكتجي كتبان لاشين بحال هكا صراحه، والله الا واعره حسن كاع من التليفون. نخدموا اي فيديو هنا نشوفوا كيفاش غادي يجي. ها هو، واو كاليتي كيف ما خرج. واخا انا كنصور فيديوهات بالكاتكا، ولكن دابا كنشوفها فول اتش دي حيت ليكرون غير فول اتش دي، كيبان واعر صراحه. لي زوين اخر حاجه كنت غادي ننساها هي انها المميزات اللي فيها راه بحال شي هاتف ذكي ولا شي تابلت، فيها 16 جيجا في الميموار وفيها يمكن 2 جيجا في الرام. دونك بحال تقريبا شي تليفون اللي كيخليكم تخدموا هاد التي في بوكس بسرعه اللي زوينه، وتقدروا حتى الفيديوهات تيليشارجيهم تخليهم فيها، لي زابليكاسيون حتى هما كتيليشارجيهم كتخدم فيها، كتقدروا تخويو الميموار من هاد البلايصه، الموسيقات. دونك كيولي بحال بيسي عندكم في التلفاز ديالكم في الصاله ولا في البيت ديالكم. دونك غادي نعطيها تقريبا واحد 8.5/10 غير على ود الفائده ديال هاد التي في بوكس، وحتى على ود لا كاليتي حيت كتبين بالكاتكا والخصائص اللي فيها. دونك هادشي اللي كاين صراحه، التي في بوكس مفيده بزاف، انا عجبتني. غتقدروا تستعملوا فيها كيف ما وريتكم بزاف الحوايج، دي زابليكاسيون، اي حاجه في بالكم اللي كتقدروا ديروها في طابليت ولا في بورتاب غتقدروا ديروها في التلفاز ديالكم. التلفاز ديالكم غادي تحول من التلفاز العادي التلفاز اللي ذكي. بالنسبه للثمن ديال هاد التي في بوكس، هذا بعدا من نيو فيزيون ماركت الثمن ديالو. دونك قلبت ما بين لي سيت اللي مهبطين الثمن في المغرب، بوحدها كدير تقريبا 670 درهم، وهذه بوحدها كدير 259، ولكن داروا باك فيهم بجوج، اللي شراهم بجوج غادي يطيحوا عليه ب 809 درهم. دونك بلاص من 900 درهم وشي حاجه، 809 درهم. وما تنساوش الكوبون ديال اجي نسولك اللي عندكم فيه ميزه غير نتوما اللي كتفرجوا في لاشين اجي نسولك، دونك عندكم 5% غتنقص لكم واحد 40 درهم تقريبا. دونك ما غاديش تبقى 809 درهم، غتولي غير ب 700 وشي حاجه. دونك هذه صراحه انا عجبتني، وباك اللي مفيد. تي في بوكس خاص اي واحد ما عندوش تلفاز سمارت تي في بحالي مثلا، هذه خاص لابد تكون عندكم، غادي تعطيكم واحد التجربه اللي زوينه بزاف. الروابط ديالهم كيف ديما في لا ديسكريبسيون تحت لا فيديو. كنتمنى لا فيديو ديالي تكون فاتكم، وكون جاوبت على لي كومونتير ديالكم بالنسبه للناس اللي ديما كيقول لي تي في بوكس تي في بوكس تي في بوكس. هادشي اللي كاين، ما تبخلوش عليا بزاف باش تشجعوني اكثر. لا فيديو اللي فات اللي قلنا وصلوا ل 10000 لايك، راه دابا وصلت لتقريبا شحال شي 6500. شكرا لكم كاملين، غنقدروا نوصلوا ل 10000 لايك. اللي ما تفرجش فيها يدير جيم، وحتى في هاد لا فيديو نوليو ان شاء الله حتى حنا نديروا لي لايك بزاف، علاش لا. لأول مرة كيتفرج فينا يتابعونا في لو بوطون اللي كاين لتحت، واكتيفي وحده كيف العادة داك الجرس باش يبقى ديما يجيكم الجديد ديال اجي نسولك. كنتمنى نهاركم يكون داز بخير وعلى خير. السلام عليكم ونهاركم مبروك.